وفاة الدكتورة أنيسة حسونة النائبة السابقة بعد معاناة مع المرض. توفيت منذ قليل الكاتبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وأعلن الكاتب الصحفي محمد الجرحي خبر الوفاة قبل لحظات نعيها بكل الحزن والأسى قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصديقة العزيزة دكتور أنيسة حسونة في ذمة الله، ربنا يرحمها يا رب ويجعل مثواها الجنة ويجعل كل أعمالها في مستشفى مجد يعقوب ومستشفى الناس وغيرها في ميزان حسناتها. وفي آخر ظهور للراحلة كرمتها السيدة انتصار السيسي خلال الاحتفالية بيوم المرأة العالمي. وكشفت الكاتبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق تفاصيل مرضها واستعانتها بكرسي متحرك خلال الفترة الأخيرة قائلة العلاج الكيماوي اللي بخضع ليه للعلاج بيمنع وصول الدم بصورة طبيعية للرأس وهذا صعب جدا، وهناك أدوية لها بعض الأعراض منها تقلص قدرة الجسم على الحركة. متابعة لجأت في الفترة الأخيرة لاستخدام كرسي متحرك للمساعدة على الحركة لحين الشفاء. وقالت حسونة خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة ببرنامج الستات المذاع عبر فضائية النهار الرضا لمن يرضى وتقبل المكتوب من المولى حق، النهاردة وحش بكرة هيبقى أحلى وربنا اللي خلقنا وهو القادر على تبديل الأحوال. خالص تعزينا، ربنا يرحمها وإنا لله وإنا إليه راجعون.